أكثر من 700,000 شخص أصيب بفيروس كورونا حول العالم، ووفاة ما يزيد على 34,000. وأكثر من ثلث سكان العالم في العزل بسبب فيروس كورونا. والبلدان الأكثر تضرراً خلال 24 ساعة هي إسبانيا مع 838 حالة وفاة جديدة، وإيطاليا مع 756 وفاة، أما الولايات المتحدة 460 وفاة. الأردن تسجل رابع وفاة بفيروس كورونا، ويرتفع إجمالي الإصابات إلى 259 إصابة. وتسجيل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع الإجمالي إلى 1299 حالة. وتسجيل 4 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة. وأخيراً، أكثر من 155,000 متعافي حول العالم.